رحم الله من أعاد الفاتحة. فوق سيابع شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي. أما الراس فقد علي على ذروة الروح، وأما الجسايد فقد بقي على واهنة الرمضة بلا غسل ولا كفن، إلى أن حضره زين العابدين انحنى عليه ليرفع تحير به بأمي. كلما رفع جانب تهاوى الجانب الآخر، نادى يا بني أسد علي بقطعة بارية، جيء إلى بتلك القطعة يا جمع فيها أوصال أبيه الحسين، ثم أخذ ينبش في التراب فاستخرج خنصر الحسين. قام يتلفت يمين شمال وين رايح، لاح له لمعان شيء تحت التراب، سحب ذلك الشيء وإذا به سهم مثلث عليه قطعة لحم جامد. لم جميع وصال أبوه اللي انقطاع واللي انهشام، حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهم. وش باقي؟ ما بقى غير الكريم على الرموح يبرى الحرايا، لفه خلى بقبره وظل شمه بمنحره. انحنى عليه يريد يقبل يريد يودع، اين يقبلون؟ في الجبين في الوجنتين، لكن ساعد الله قلب زين العابدين. كيف يقبل اباه وهو جثه بلا راس؟
انحنى على المنحر الشريف لثم قبلة الوداع ثم نادى أبا حسين في أمان الله في دعة الله يا 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 لقضي أبويا بالبيتش ليلي ونهاري مثلك ما شفنا مجفنين بالبواري من عقب ما تبقى ثلاث ايام عاري اهل العزاء ثم اهال عليه التراب ساوى ذلك القبر وركز عليه علما طويلا ونقش بأنامله هذا قبر الحسين بن علي المذبوح عطشانا بأرض كربلاء ثم عكف راجعا إلى الكوفة تنتظره عماته نظرنا إليه وإذا آثار الماء والطين على يديه والغبار سافي على لحيته استقبلته عمته زينب وهي تلطم صدرها غيبتك يا ابني هيجت حزني علي هالمرض جاي منين يا باقي الباقي قالها يا عم جيت من الغادرية وارد خوتي ودفنت عباس وحسين يا نادى دفنت اهلك يا بعد اهلي يا سجر رؤوس جثث وارتهم لو بس الاكسر قالها يا عم الروس طرشها ابن زياد للشام واحنا من بعدهم غصب ماشين ما حد تدنى من الخلوق شكلهم رموس غير محاسنهم يا عم حر الشموس ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا روس إلا البطل عباس لا راس ولا يدين ليلة نادي ذاب قلبي يا ابن الأمجاد طلاد خبر عن عضيدك شيخ الأولاد ذاك الجمال اشحل عليه من حر الأوهاد قالها يا ليلة عن عزيزك لا تنشني دارت عليه النسوة كل واحدة تسايل عن ولدها كل مولد فرت تسايل عن ابنها رملت هل الدمع وتصيح بغبنها العريس قل جنازته ياهو دفنها عريس قل جنازته ياهو دفنها الله يا قلبي اشتحتمل من فجعة البيت قالها انكسرتي والكسر ربك يجبر العريس بيدي نزل جثته بقبره وياها خوته موسدين بفرد حفره قلبي انصداع من شوفته مخضب الجفه اي بعد واحده جايه من وين جت الرباب تصيح قلبي من الوجد دار والله ارد نشتك يا الذي وارت الاحبار عن نور عين حسين قبل تهل تراب شلت النبي العمه وعدلت الجسد زين يا حال شفتك سادهم يا نور عيني
قال بعرا قالت أسألك عن جنيني شفت بعينك قال بس لا تشعبيني شفت بعينك قال بس لا تشعبيني واريت عبد الله الرضيع بحفرة حسين تقل لي يا ابو محمد ترى حكيك شعبني بصدر العزيز حسين كيف موسد ابني يا ريت ذاك القبر وياهم يضمني وش لي بحياتي نغصى وعيشي هالاثنين حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب اللهم من حففنا حول قبره هذا أنزل اللهم في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحضور والولدان والحور والمسك والكافور انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور واحشره اللهم مع من كان يتولاه من النبي والأئمة الطاهرين واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين اجعلنا اللهم وإياه من أهل دار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي لهم هذا اليوم ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.